ورحمة الله وبركاته. صفقة الزمالك الجديدة. تشكيل الزمالك لمواجهة فريق 2003. خرج نادي الزمالك بتشكيل الفريق لمواجهة فريق شباب 2003 وديا ضمن استعدادات الفريق للسنة في الموسم. تشكيل فريق الزمالك شهد مشاركات الصفقات الجديدة حيث جاء كالتالي: محمد عواد في حراسة المرمى، خط الدفاع أحمد عبد الرحيم إيشو، محمود علاء وحمد المسلوسي ومحمد السيد، خط الوسط زياد كمال وعمار ياسر ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله السعيد، خط الهجوم سيف الدين الجزيري. بينما فريق شباب 2003 مكون من حراسة المرمى معاذ علاء الدين وخط الدفاع عبد الرحمن علي ومحمود دسوقي ومحمد كمال وأيمن الجزار. نروح للاعب الزمالك، هل وقع لبيراميدز أم لا؟ تحدثت تقارير إعلامية عن حقيقة توقيع اللاعب محمود علاء لاعب ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نادي بيراميدز، خاصة مع نهاية عقد اللاعب نهاية الموسم الحالي واللاعب بعيد عن المشاركة مع الفريق ولم يتم التجديد له حتى الآن. إبراهيم عبد الجواد عبر تصريحاته أكد أن محمود علاء لم يوقع إلى نادي بيراميدز حتى الآن، وتابع أن هناك مفاوضات حدثت بالفعل بين بيراميدز ومحمود علاء وتم استطلاع رأي اللاعب، ولكن التوقيع الرسمي لم يحدث حتى الآن. يذكر أن اللاعب محمود حمدي الونش مدافع الفريق تعرض إلى إصابة في الرباط الصليبي وسوف يغيب لفترات طويلة، وهو ما يدفع إدارة الزمالك للإبقاء على محمود علاء. كما تم تدعيم دفاع فريق نادي الزمالك خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخير باللاعب الفلسطيني ياسر حمد، ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته حاليا باستئناف الموسم عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية. يذكر أن اللاعب محمود حمدي الونش مدافع الفريق قد تعرض إلى الإصابة، وبالتالي أبقوا على محمود علاء، هو ده السبب اللي هم فكروا فيه في محمود علاء. هنروح لجوميز. أكد إبراهيم عبد الجواد أن البرتغالي جوميز المدير الفني لنادي الزمالك تواصل مع مجلس الإدارة في الساعات الأخيرة. هذا التواصل جاء من أجل اللاعبين التي تنتهي عقودهم مع نادي بنهاية الموسم الحالي، وهم 6 لاعبين حيث طلب تأجيل تجديد التعاقد معهم. السداسي الذي سينتهي تعاقدهم مع النادي هم محمود علاء وأوباما ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمد أشرف رؤى وشيكابالا. وأكد أن جوميز طلب تأجيل تجديد عقود السداسي المذكورة حتى يتم تقييم الجميع داخل النادي في الفترة القادمة. جوميز أكد للإدارة أن الجميع الآن في مرحلة تقييم حتى نهاية الموسم لتقييم موقف كل لاعب، وطلب منهم الانتظار حتى نهاية الموسم. وكلمة أخيرة بس لإدارة نادي الزمالك، بالرغم من الصفقات اللي انتوا هرتونا بيها ليل نهار، احنا بنشوف انكم بتفرطوا في لعيبة النادي بدون اي مقابل. النادي اولى باللعيبة بتاعته، انتوا رايحين تجيبوا صفقات بملايين الملايين وبالقسط ليه وانتوا عندكم اللعيبة بتاعتكم تستغنوا عنها ببلاش؟ استغنيتوا عن ولاد الزمالك واشتريتوا لعيبة زي احمد زكي، عبد الله جمعة، حاتم سكر، الاتنين التلاتة معارين، استغنيتوا عنهم ومكانهم مين؟ مكانهم عبد الشافي اللي هو 38 سنة. عبد الشافي مش ممكن يلعب ماتش كامل من شوطين، ازاي تستغنوا عن لعيبة انتوا اولى بيها؟ عبد الله الجمعة نستغنى عنه بلاش وهو احسن باك شمال ولعبه هايل، مستواه قل شوية علشان انتوا مش بتشاركوه، شاركوه هيخس شوية ووزنه يقل، هيبقى احسن لاعب عندكم. ازاي نستغنى عن اللعيبة بتاعتنا ونشتري مكانهم لعيبة بفلوس وما نعرفش اللعيبة دي شكلها ايه؟ نبيع أسامة فيصل، أسامة فيصل ابن النادي اللي احنا معارينه، المهاجم الهايل، نبيعه، هو كان معار واتباع، كنا الاولى ناخده بعد فترة الاعارة. احنا كل اللعيبة اللي استغنيتوا عنها دي ما جبتوه زيهم ابدا، استغنيتوا عنها ببلاش. حسام اشرف معار لبلدية المحلة، تفاوض معاه زد ازاي وفين مجلس الإدارة بتاعته؟
فين مجلس الإدارة بتاعت الزمالك والأندية بتتفاوض مع لاعبتنا المعارة؟ انت أولى كنت تتفاوض معاه بعد مدة الإعارة يرجع لك. ومحمود علاء اللي بيتفاوض علشان عقده هينتهي في الدفاع تستغنى عنه ازاي؟ استغنيت عنه دلوقتي بتقول هنخليه علشان الونش مصاب، بس ده هو السبب؟ لكن انت مش من في دماغك خالص انك تبقي على محمود علاء، تستغنى عنه النادي بيراميدز وبعد كده يروح على النادي الاهلي؟ ده قاله خلاص هيمضي لنادي بيراميدز 3 سنين. طب ما تجدد للعيبة بتاعتك دي. جوزيه جوميز ده يعرف ايه؟ الادارة دي انت المفروض تعملها، تجديد اللاعبين وعقودهم انت المفروض تعملها مش جوزيه جوميز. انت تجدد للعيبة دي قبل ما تنتهي عقودهم. والله لو مش عايزهم بعد كده بقى باعهم بفلوس، لكن ما يبقاش الاستغناء عن اللعيبة مجاني. احنا لما احتاجنا احمد حسام اللي في انبي مش غلوا علينا مش عايزين يدوا حاجة للنادي الزمالك؟ احمد عيد وايمن منصور راحوا ببلاش للمصري. اللاعبين اللي كلنا نسينا موضوعهم اللي كان هيتحقق معاهم، يا ترى عملتوا معاهم ايه؟ ولا كلمة اتقالت عنهم، راحوا للنادي المصري ببلاش. انتوا بتعملوا كده ليه؟ بتفضوا النادي من لعبته؟ انتوا جايين تخربوا النادي، مع اننا قلنا ان الصفقات كويسة وممتازة، لكن لاقين اللعيبة اللي بتستغنوا عنها اكتر من الصفقات اللي انتوا بتجيبوها. فين صفقة محمود الاسود اللي قلتوا هنجيبه اللي هو تحت السن؟ صفقة ممتازة ومميزة ورخيصة، ليه نمتوا عنها؟ ليه ما طلعتوش تجروا علشان تجيبوها؟ انتوا نسيتوا المصري لما دخل يبوظ صفقة عبدالله السعيد؟ ليه؟ ما هو ده شغال كومبارس لصالح النادي التاني، دخل يعلي عليك وبس. وصفقة عمر كمال في فيوتشر اللي ادال الاهلي اللي احنا المفروض كنا ناخده، هتقول القط كان مقفول؟ لا، بس احنا كنا متفقين ان عمر كمال في الزمالك. 6 لعيبة مش عايز تجدد لهم وطالع تقول ان جوزيه جوميز هو اللي قال محدش يجدد لهم؟ جوزيه جوميز يفهم ايه في الادارة؟ انتوا كده البشاير بتاعتكم ما تبشرش، اللي انتوا بتعملوه في نادي الزمالك كده خراب لنادي الزمالك. انتوا بتبددوا اللعيبة بتاعت نادي الزمالك. انا مش عارفين لغاية دلوقتي ايه اللي هيحصل في نادي الزمالك اكتر من كده. الكلام اللي بنسمعه ده كارثة. ازاي اللعيبة تمشي فري؟ ازاي اللعيبة نستغنى عنها كده؟ حتى لو المدرب قال الادارة لازم تجدد للعيبة، اخوانا اللي بيحصل ده كتير. هو في ايه؟ هو انتوا معينينكم علشان خراب نادي الزمالك؟ انتوا بتضحكوا على جمهور نادي الزمالك بشوية صفقات ملهاش اي لازمة، بتجيبوا صفقات وتبيعوا قصادها لعيبة مش تبيعوها، ده انتوا بتستغنوا عنها فري مجاني. احسن لعيبة في نادي الزمالك تستغنوا عنها، في الاخر جاي تقول اصل جوزيه غوميز مش عايز ال6 لعيبة دول؟ شيكابالا، يا نهار ابيض، شيكابالا ومحمود علاء وباقي اللعيبة دي، محمد صبحي وعواد، ده الاهلي مش لاقي حارس مرمى. انت مش عايز تجدد الاتنين حراس مرمى علشان ايه؟ علشان مين؟ عشان غيرك ياخدهم؟ لا، ده كده بانت وكده الموضوع خطر على نادي الزمالك. لكن هنقول ايه؟ لازم الجمهور تصحصح شوية اللي بيحصل في نادي الزمالك وفي لعيبة نادي الزمالك والخراب اللي داير على نادي الزمالك، مش الصفقات بتاعتكو اللي بتضحكوا بيها علينا وعلى الجمهور. الصفقات دي صفقات بقى تقصدها اكتر لعيبة في الزمالك. جاب لنا سيف جعفر، سيف فاروق جعفر اللي كان كل جول يدخل فينا كان يسقف. سيف فاروق جعفر هو دي الصفقة اللي جابينها لنادي الزمالك، وباقي اللعيبة ما نعرفش عنها حاجة. هنقول ايه؟ ادينا مستنيين وهنشوف ايه اللي هيحصل في نادي الزمالك.
تحية كبيرة لنادي الزمالك الكبير، تحية كبيرة لجمهور نادي الزمالك المحترم اللي تسبب في نجاح أي بطولة، تحية كبيرة لنادي القرن الحي.